البيرون ناقص 14 والبريدين ناقص 9. زين بط شوف، ولكن بط much weaker than aliphatic amines، ولكن البريدين اضعف من الامينات الاليفاتيه، اضعف من الالفينات اليفاتيك امينس الاليفاتيه، الامينات الاليفاتيه، لان الكي بي مالها شقد؟ ناقص 4، 10 اس ناقص 4، 10 يعني واحد على 10,000، واحد مقسوم على 10,000، هذه هي ال 10 اس ناقص 4. هذا الكي بي مال الثابته القاعديه مال الامينات الاليفاتيه. اذا الامين الاليفاتي اكثر قاعديه من البريدين، والبريدين اكثر قاعديه من من البيرول. شوف الالوفين الامين الاليفاتي ما عنده حلقه، بس سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 ان اتش 2، ما بي اي حلقه. فشوف شلون يكون المزدوج الالكترون مالته الموجود على ذره النيتروجين ممكن اعطائه بسهوله، بينما بالبايرول ما عنده مزدوج الكتروني نهائيا. هسه نجي نشوف، والبريدين عنده مزدوج الالكترون. الحاله القاعديه تتمثل بكثر او بجاهزيه المزدوجات الالكترونيه فور شيرنج للاعطاء. بريدين هاز ا بير اوف الكترون، يقول لك البريدين عنده مزدوج اوف الكترون ان ان اس بي 2 اوربيتال، في اوربيتال اس بي 2. هذا الاس بي 2 هن الاوربيتالات، شوف اخذتوا هذه باللعض ولا احد يقول لي ما اعرفها. الاوربيتال اس، اوربيتال بي، اوربيتال دي، اوربيتال اف، هذول الاربع اوربيتالات ذول تتوزع على الغلاف الالكتروني مال الذره. اس يكون قريب من النواه، صف النواه، النواه شبيهه موجبه. الاس شنو؟ اوربيتال اللي يقضي بيه الالكترون معظم وقته. الاس يحوى الكترونين ويكون قريب من النواه. البي شوي ابعد، المدار الثاني يحوي 6 الكترونات. الدي شوي ابعد من البي عن النواه، يحوي 10 الكترونات. الاف ابعدهم المدارات الخارجيه يحوي 14 الكترون. وهذا ايضا بها، هذا خطوه بالعضويه بها يسمونها سب شيلز، يعني مدارات ثانويه مثل مدارات التوائيه، مدارات انحنائيه V1 T1 V1 V2 V3 الى 4، بعدين T1 T2 T2 بعدين على المدار الثاني وهكذا. هذا بالعضو ما صدد موضوعنا. احنا هسه نرجع على البريدين. البريدين هاز ابير اوف الكترون ان ان اس بي اوربيتال، يحتاج البريدين عنده مزدوجين الكتروني او مزدوج الكتروني واحد في اوربيتال هجين، هايبريد اوربيتال. شنو هايبريد اوربيتال؟ ينمزجون من تصير الذره تصير باك جراوند ستيت، يعني بالحاله الارتفاعيه او حتى تكون مور ستيبل، تكون مستقره، تتهجن الاوربيتالات، يمتزجون مثل شلون هي مثل عندنا الميثان سي اتش 4 جزيئه الميثان الموجود بها كربون واحد واربع ذرات هيدروجين. دور شلون ارتبطوا الهيدروجين؟ شوف الكربون عنده الهيدروجين عنده الكترون واحد والكربون عنده 6، اثنين بالمدار الخارجي، بالمدار الداخلي ظلوا ايش قد؟ 4. الاربعه ذول كل واحد يمتزج ويا مين؟ ويا الالكترون الهيدروجين. الهيدروجين الالكترون مالته بالاس لان بس واحد عنده، والكترونات الكلور الكربون منين؟ بالبي. هذول يمتزجون بيناتهم حتى يسوون الاصر اللي هي سي اتش، الاصر التساويه سي اتش، يسوون اوربيتال هجين ممزوج من الاس وممزوج من البي. فيصير اذا كان مثل الاس خلينا نمثله ونقول احمر والبي اصفر، ايش راح يصير الهجين؟ راح يصير برتقالي. هذا يعني مثل تمثيل. فالاس بي هذا الاس بي 2 او الاس بي او الاس بي 3 يعني قصدي تهجين ممزوجه تمتزج وتختلط الاوربيتالات معها تتشابك حتى تكون اوربيتال جديد، هو اوربيتال هايبريدايزيشن او هايبريد اوربيتال حتى يتم الربط بين الذرات.
زين بريدين هاز ا بير اوف الكترون ان اس بي 2، اذا التهجين ماله ايش قد؟ اس بي 2، يعني مدار اوربيتال اس 1 ايش قد من بي 2 حتى يصير الارتباط بين ذرات الكربون كربون وذره النيتروجين وذرات الهيدروجين. كل التهجين مال هذه الحلقه، حلقه البريدين هو اس بي 2، اوربيتال واحد من اس واوربيتالين من بي، سوون اوربيتال مفرد او كبير اللي قلنا لونه يكون برتقالي اس بي 2 نسميه. ذات از هذا الاوربيتال از افاليبل فور شيرنج وذ اسيد، هذا يكون المزدوج الالكتروني اللي هو اوربيتال اس بي 2 اللي على ذره النيتروجين، هذا النقطتين تكون جاهزه افاليبل او متوفره فور شيرنج تو اسيد. اي حامض يعني يعتبر قاعده هو البريدين، اي حامض يجي ياخذ هذا المزدوج يكون معه رابط، يسوي ملح، يسوي عصر اخرى او يسوي مركب اخر. اذا هذه القاعديه منين جايه؟ من البريدين اللي يحمل مزدوجين الكترونيه في اوربيتال هجين، شو نسميه؟ اس بي 2. اس بي 2 هذا اللي حد الان هي بالبريدين. نجي على البايرول. بايرول هاز نوت، بايرول ما عنده اي الكترون خارجي، عنده الكترون واحد بداخل اجزاء الحلقه ومسوي ريزونانس، لان النيتروجين عنده ايش قد؟ عنده سرعه. اثنين بالمدار الداخلي ما لنا شغله، ايش قد عنده بالمدار الخارجي؟ خمسه. اثنين ويا الكربون ايش قد ظلوا؟ ثلاثه. اثنين واحد ويا الهيدروجين، لان البيرول بذره هيدروجين مرتبطه بالان، ايش قد ظلوا؟ اثنين. اثنين يكملون الريزونانس، الحلقه الريزونانسيه. اذا البيرول ما عنده اي الكترونات فور شيرنج. يبقى القاعدة منين تجي؟ من تجي من الاروماتيه، من الحث الاروماتي. ممكن باي ضلع من حلقه البيرول يصير سالب، واخذناها قلنا بحلقه البيرول من اخذناها اللي هي هيك خماسيه وبها ان واتش، قلنا في لحظه من اللحظات يكون السالب على الكربون، فرسمناه هيك وخط نقاط داخل الحلقه. هذه قاعده البيرول تجي من هاي المكان. اذا البيرول ليش اقل قاعديه من من البريدين؟ لان ما عنده مزدوج الكتروني حتى يسوي بيه عمليه شيرينج، كلها مشتركه. زين هاز نوت اند كان بي اكسبت ان اسيدز اونلي باي ذا اكسبنسز اوف اروماتيك كاركتر اوفرينج، مثل ما قلنا ممكن يكتسب قاعديته من الصفه الاروماتيه، اروماتيك كاركتر اللي ممكن تكون الشحنه السالبه مالتها على احد الاضلاع، ويجي الحامض ياخذ يسوي الحامض اللي هو واي بلس واي زائد، يسوي معها اسره ويعتبر حامض، يعتبر حامض، والبريدين او البايرول تعتبر قاعده. ذا فاكت، شوف هنا الحقيقه، ذا فاكت ذات بريدين از ويكر بيز ذان، ذا فاكت ذات بريدين از ويكر بيز ذان اليفاتيك امينز از مور ديفيكلت تو كاونت. يقول الحقيقه اللي تقول ان البريدين هو اقل قاعديه، اقل قاعديه ويكر بيز ذان الليفاتيك امين، من الصعوبه ان نحسبها يعني حساب دقيق، ولكن ممكن انه من خلال التفاعلات نعرف بان الليفاتيك امين هو اكثر قاعديه من البريدين. اما حساب هالقد هالقد يقول مور ديفيكلت تو اكاونت، صعب. زين هسه نجي شوي شوي، هذا كله الحكي مقدمه حتى نثبت بان البريدين قاعدي. بنزين is stronger acid than alkan. الالكان اللي هو اي واحد CH3CH2 او CH3CH3 مركب ايثان، هذا يسمونه الكان. CH3CH2CH2CH3 هذا بيوتان، كله يسمونه الكان. البنزين stronger acid. Stronger acid than alkan. ليش؟ لان اذا لو فعلنا الكان مع البنزين تشوف من اللي ينطي البروتون؟ اللي ينطي البروتون البنزين. اللي يهب البروتون هو اكثر حامضيه. واللي ياخذ البروتون منه الالكان، اذا هو القاعده. اللي ياخذ البروتون هو قاعده، واللي يعطي البروتون هو الحامض. هسه نجي نبرهن شلون البنزين سترونجر اسيد ذان الكان. As shown by its ability to displace an alkan from its salts. لان قابليه البنزين ان ياخذ الملح من الالكان ديستبلس ويكون ملح جديد هو ملح البنزين او ملح الفنايل. فاذا من ياخذ الالمنت الان اي ويحطه مكانه ينطي مكانه اتش للالكان
ايش اعطى؟ اعطى بروتون. اذا هو شنو البنزين؟ اعتبر حامض. زين، اذا بنزين سترونجر اسيد ذان الكان از شون باي ذا ابيليتي، شوف قابليه تو ديسبليس ان الكان فروم اتس سولت، ان يحل مكان الالكان باملاحه. This of course هذا غالبا means that phenyl anion، الفنايل اللي هو قلنا حلقه ناقصه او رايح منها شنو هنا بهالمعادله دي، الانيون رايح منها هيدروجين، رايح منها هيدروجين تحمل شحنه سالبه او على شكل ايون فنايل وهيدروجين. يعني هنا شوف هنا از ا ويكر بيز ذان الكايل انيون، الالكايل انيون هذا الار عليه ماينس، هذا الكايل انيون، والفنايل انيون اللي هو سي 6 اتش 5 ماينس ايضا از بلو. شوف هنا بنهايه الصفحه ار ان اي، هذا اللي هذا ملح الالكان مثلا صوديوم ميثانوات او صوديوم سولت فور الكان فور ميثان ار ان، الار مبهم اي 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 مركب. شوف هذا ملح، الصوديوم عليه بلس والالكان عليه ماينس، بيناتهم مزدوج الكترون، هذا سترونجر بيز لان راح ياخذ شنو؟ راح ياخذ الهيدروجين من البنزين، وهذا هنا لا زائد C6H5 ايضا نقطتين اللي هم الالكترونات والH سترونجر اسيد. ليش سترونجر اسيد؟ لانه راح يعطي الهيدروجين او البروتون للالكان وياخذ الصوديوم. اذا حل مكان الصوديوم، حل الهيدروجين او البروتون مكان الصوديوم واخذ الصوديوم من الالكان يعتبر حامض. ينتج عندنا RH هذا ويكر اسيد و بلس C6H5Ni اللي هو هذا ملح البنزين للصوديوم، ملح البنزين للصوديوم يعتبر قاعده ضعيفه، قاعده ضعيفه لان عنده مزدوج الكترون منها اخذها، اخذها الصوديوم ما ظل عنده هسه اي قاعده، ودائما فالقاعده تاخذوها الحامض القوي تكون القاعده مالته ضعيفه، المقارنه او المقابل اللي يسمونها، الحامض القوي تكون قاعدته المقارنه او المقابله تكون ضعيفه، والحامض الضعيف بالعكس تكون قاعدته قويه، والقاعده القويه يكون الحامض مالها ضعيف المقابل، وهكذا. شوفوا هنا، شوف هذا الار ان اي سترونجر بيز، المقابل منه ويكر اسيد اللي هو ار اتش، وهذا الفينايل سترونجر اسيد القاعده مالته ويكر بيز اللي هي سي 6 اتش 5 ان اي. هذا كله حسبنا انه شلون البنزين يعتبر قاعده اقوى، اقول حامض اقوى من الالكان لانه شنو؟ انطى البروتون. الصفحه الثانيه هذا كله تعال نحسب شلون قاعديه، نحسب قاعديه البريدين. تشوفها شويه صعبه ويعني معقده وهذا، بس هي هسه نجيها بنهايه الشرح تفهمها وتشوفها كلش بسيطه. يعني انا اقدر هسه اقول لكم اياها بكلمتين ليش، بس انا اريد اخذكم بالتسلسل من خلال ضرب امثله. In the same way بنفس الطريقه استيلين از سترونجر اسيد ذان بنزين. شوف ليش الاستيلين اللي هو سي 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 2 اتش 2 سي 2 اتش 2 ذرتين كربون مرتبطه بذرتين هيدروجين بيناتهم اصله ثلاثيه سي 2 اتش 2 او سي تربل بوند سي اتش اتش منها. ايش بيها الاستيلين؟ از سترونجر اسيد ذان بنزين. ليش؟ لان يعطي الهيدروجين بسهوله ويعطي البروتون بسهوله اكثر من البنزين. يعطي البروتون بسهوله، از سترونجر اسيد ذان بنزين. And the استلايد انيون از ويكر بيز ذان فنايل انيون. هنا شوف الانيون اللي هو الايون السالب والكاتيون هو الايون الموجب. قارنا البنزين والاستيلين. ياها الاكثر قاعديه او ياها الاكثر حامضيه؟ قلنا الاستيلين. اذا شيء قابله الاستلايد اكثر قاعديه، اكثر قاعد او العفو اقل قاعديه، الاستلايد ويكر بيز اقل قاعديه من الفنايل. شوفوا يعني فوق بس سطر فوق. In the same way استيلين is a stronger acid than بنزين. And the استلايد اللي هو اللي يحمل الشحن السالب الاستلايد is weaker base than the phenyl anion. الفنايل اللي هو C6H5 minus. بدليل انه بهذه المعادله نفسها اللي هسه سويناها قبل شويه، هناك سويناها على الالكايل املاح الالكايل ويا الصوديوم ويا البنزين، هنا بالعكس
سوينا املاح البنزين ويا الصوديوم ويا الاستيلين حتى نشوف من الاقوى، من اللي اعطى الهيدروجين. اذا اللي اعطى الهيدروجين هنا الاستيلين راح يعطي الهيدروجين او يعطي البروتون، يعطي المن يعطي للبنزين يكون حلقه سي 6 اتش 5 اتش، او نقدر نقول سي 6 اتش 6. واخذ شنو هو الاستيلين؟ اخذ الصوديوم، حل مكان الهيدروجين، انطى الهيدروجين للبنزين واخذ الصوديوم، منطينا هذه املاح الصوديوم الاستيلايديه اللي هي سي 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 تربل بوند سي ان اي. شوف البنزين اذا سترونجر بيز، بينما كان ويا الالكال شنو؟ سترونجر اسيد، كان قوي. هنا الاستيلين سترونجر اسيد، ويعطينا القواعد المقابله لهم اثنين. القاعده المقابله او الحامض المقابل للبنزين يكون ضعيف لان قاعدته قويه، والقاعده المقابله للاستلايد ايضا يكون ضعيف لان حامضه قوي بالبدايه. This thesis we have following sequence. يقول لك من خلال ما تقدم عندنا ترتيب ادناه of acidity of hydrocarbons and basicity of their anions. من خلال ما تقدم راح ناخذ في التناسب او نسبه او الريلاتيف تنسيب، شيء يسمونها سيكونس ريلاتيف سيكونس، ترتيب مناسب، ريلاتيف سيكونس ترتيب مناسب من الاقوى حامضيه والايون مالته من الاقوى قاعديه. الاقوى حامضيه راح يكون الايون مالته اقل اكثر قاعده اقل قاعديه، الاقوى حامضيه الايون مالته شو راح يكون؟ يكون اقل قاعديه. فشوف بالسطر الاول ريلاتيف اسيدتي الاستيلين اللي هو سي تربل بوند سي اكثر حامضيه من البنزين، والبنزين اكثر حامضيه من الالكان. شوف هذا حاطين هذا اللي هيك الزاويه مثل الزاويه مثل الانقل، من تكون الجهه المفتوحه باتجاه هيك والجهه الصغرى بالاتجاه الاخر، المقابل الجهه المفتوحه هيك هو اللي يكون الاقوى، والمقابل راس الانقل يكون الاضعف او الاقل. فاستيلين اكبر، خلينا نقول اكبر من مثل ما اخذناها بالاعداديه او بالابتدائيه، البنزين اكبر حامضيه، عفوا الاستيلين اكبر حامضيه من البنزين، والبنزين اكبر حامضيه من الالكان. بنفس الوقت راح بالعكس الريلاتيف بيسيتي تكون بالعكس، الالكان يكون اكثر قاعديه من البنزين، والبنزين اكثر قاعديه من الاستيلين. القاعديه هنا ليش؟ هذا الاكثر اللي يعطي الالكترونات بسهوله يعتبر اكثر قاعديه. فشوف واللي يعطيها بصعوبه يعتبر اقل قاعديه. فعندك الالكان يعطي الالكترونات مالته بسهوله، راس لا حلقه ولا شيء قبل انطاهم، فيكم يعتبر اكثرهم قاعديه الكان انيون. والبنزين يعطيها متوسط اقل من الالكان، والاستيلين ما يعطي الالكترونات مالته هيجي مشلب بها الالكترونات عن النواه، فيعتبر اقل قاعديه اقلهم قاعديه، بينما هو شنو؟ هو اكثرهم حامضيه. يلا شنو؟ الالكترونات مالته باتجاه النواه محصوره، فالهيدروجين بسهوله يروح بسهوله يعطي البروتون وهكذا. A possible explanation يعني الشرح المناسب possible او محتمل for this sequence، الشرح المناسب لهذا الترتيب can be found in the electron configuration of the carbenions. ال relative او ال possible explanation الشرح المناسب لهذا الترتيب الالكتروني اللي هو سواء للحوامض فوق او للقواعد الانيونات هو كما يلي. A possible تبعوا وياي explanation for the sequence can be found in the electron configuration للتوزيع الالكتروني of the carbenions، توزيع الالكتروني للايونات السالبه. انت من خلال الترتيب الالكتروني للايون السالب تعرف هذا حامض قوي، لو تعرف هو قاعده قويه للايون مو للمركب بدون ايونات. فاذا راح يصير شغلنا على الايونات السالبه الانيونز اللي هي عليها مزدوجات الكترونيه، سواء للالكان ار عليه مزدوج وماينس 1، او للفنايل او للبنزين سي 6 اتش 5 عليها مزدوج وماينس 4،
او للاسترايد ايون سي تريبل بوند مزدوج الكترون. هنا من خلال هذا الترتيب ذولي راسا من اشوف اقول لك هذا حامض قوي واقول لك هذا قاعده قويه، او اقول لك هذا حامض ضعيف وهذا قاعده ضعيفه. زين شلون؟ من خلال توزيع الالكترون. In the alkyl and phenyl and esterile. بالالكايل اللي هو الار والفنايل اللي هي C6H5 والاستلايد اللي هي سي تربل بوند سي. شوف انيونات in the alkyl and phenyl and esterile. الالكايل للالكان والفنايل للبنزين والاستلايد للاستيلين. انيونز ايونات سالبه. The unshared pair المزدوج الالكترون هم كلهم لو تشوف هسه انا كلهم فوق مزدوجات الكترونيه دحين عليه. خلينا نشوف هنا هاي هنا القواعد هاي هذا الالكايل هذا شوف مزدوج الكتروني هنا هذا الفنايل بيه مزدوج الكتروني هنا وهذا الاستلايد ايضا بيه مزدوج الكتروني هذا كلهم عندهم مزدوجات الكتروني. من خلال المزدوجات الالكترونيه هذا نعرف من القاعده قويه ومن الحامض ضعيف. ان the unshared pair of electrons occupy respectively in an sp3 sp2 sp orbitals. يعني المزدوجات المزدوج الالكترون الموجود فوق كلهم وين occupy وين يشغل يا اوربيتال تشوف occupies يعني يشغل respectively على التوالي. ال sp3 اللي هو الالكان الار فيها التهجين مالته اس بي 3 والفنايل اللي هي البنزين التهجين مالته اس بي 2 والاسترايد اللي هو السي تريبل بوند سي التهجين مالته ايش قد؟ اس بي. اذا نرجع عليه نفس اللون هو المهم هذا. الاس بي 3 كم اوربيتال؟ من يقول لي كم اوربيتال الاس بي 3؟ مشتركه وينها امنه ياسين؟ دكتور اوربيتال من اس وثلاثة من دكتور عافية صحيح عاش تيدش متكون من اربع اوربيتالات واحد من اس وثلاثة من بي. الاس بي 2 مش قد متكون واحد من اس واثنين من بي ثلاثة من ثلاثة واحد من اس واثنين من بي ثلاثة والاس بي انا جاوبني من اوربيتال اوربيتال اس وبي. نرجع عليهم الاس بي 3 يمثل تهجين مين؟ من يقول لي؟ الالكان الالكان عافيه. والاس بي 2 يمثل تهجين الفنايل البنزين البنزين او الفنايل عافيه. والاس بي يمثل تهجين مين؟ الاستيلين الاستيلين خوش. هسه نرجع هسه صار واضح الـ SP3 اللي هو الألكان كل أواصر مفردة. إذن المركبات التي تحتوي على أواصر مفردة تهجينها شنو؟ SP3 هاي قاعدة. والـ SP2 اللي هو البنزين إيش بيه البنزين شنو أواصره؟ شنو البي؟ من يقول لي؟ مزدوجة مزدوجة دكتور أواصر مزدوجة. إذن المركبات اللي تحمل أواصر مزدوجة كلها تهجينها شنو؟ SP2. والSPT اللي الSP يمثل تهجين الاستيلين شنو الاستيلين بي شنو أواصر شقد؟ أواصر ثلاثية ثلاثية. إذن جميع الأواصر الثلاثية هي تهجينها SP. شوف هسه نرجع عيد النوب. الأواصر المفردة تهجينها SP3 الأواصر المزدوجة تهجينها SP2 الأواصر الثلاثية تهجينها SP. دكتور بشكل عام دكتور أيوه. بالنسبة للأواصر المزدوجة إذا كانت ألفاتية أو أروماتية تهجينها SP2 ألفاتية أو أروماتية SP2 تمام. والمفردة SP3 والثلاثية SP. احنا نرجع على البريدين. البريدين شنو؟ البريدين SP2 البريدين SP2 لان شنو اواصر بيه مزدوجه. هسه نجي شوي شوي بدينا نصل الغايه حتى نحسب قاعديه البريدين. of this pair for sharing
with the acid determine the من خلال يقول لك determine the density of the particular anions. يقول لك من خلال الترتيب الإلكتروني للشيرينج للمساهمة نقدر نعرف قاعدية المركب determine the density من خلال الشيرينج. هسه نجي نشوف ليش البنزين أو الألكان أكثر قاعدة من البنزين، وليش البنزين أكثر قاعدية من الاستيلين أو الاستلايد، وهذا بالعكس الحموضة بالعكس، الاستلايد أكثر حامضية من البنزين والبنزين أكثر حامضية من من الألكان. هسا نشوف ليش. طلعوا ويا صفحة ثلاثة ويا ناو. شوف فوق بداية الصفحة ناو. Now an electron in p orbital is some distance from the nucleus. اللي هنا نتوقف. ال p احنا المدارات شنو عندنا؟ المدارات لو نرجع على الذرة شبيها بالوسط يا علي حسن؟ الذرة شبيها بالوسط؟ نواة. عافية. النواة شو تكون شحنتها؟ بروتونات. بروتونات نيوترونات. لا. لا 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 اي نعم نعم صحيح النيترونات تمام بروتونات ونيترونات. النيترونات ما بيها شحنه والبروتونات بيها موجبه صحيح لو لا؟ وتحيط بيها الالكترونات. اول مدار يحوى الكترونين اللي هو قلنا شنو اس. اذا من يكون اقرب للنواه؟ اوربيتال اس. اس اقرب للنواه يا ابراق. ها اس يحمل قبل هاي النواة. شو عندي هاي النواة الحولها مدارين، مدار بالكترونين اللي هو اوربيتال اس ما يحوي بس اثنين. المدار الثاني يحوي كم الكترون؟ ثمان الكترونات. اس 2 وبي 2 البي 6 والاس 2. شوفوا شلون ثمان الكترونات. احنا قصدنا الاس عوف هسه نجي على البي. من الأقرب للنواة الاس دول بي الاس بالمدار الأول والبي بالمدار الثاني من الأقرب الاس الاس دكتور أقرب. إذا البيش بي أبعد عن النواة. من يكون أبعد عن النواة من اللي يسيطر عليه النواة لو ما تسيطر عليه البي قابل لفقدان الإلكترونات. ما تسيطر عليه دكتور تصير قابل تسيطر عليه الإلكترونات ما تسيطر على الالكترونات تكون بعيده فمو من السهوله تجذب الالكترونات. الالكترون النواه تجذب الصفر تجذب الاس اقوى من البي والبي تجذب اكثر اقوى من الدي والدي اقوى من الاف. قد يبعد عن النواه يكون الالكترون شنو تروح تعطى فيصير قاعده قويه. قد يكون قريب من النواه الالكترونات مور كلوز ما تعطى فيكون قاعده ضعيفه. زين هسه نرجع شوفوا يعني for nucleus. يقول now an electron is in p orbital is some distance في البي تكون some distance مسافة some distance far from the nucleus and النواة أو النوية and held and is held relative to lose. ومن السهولة الالكترونات بي شنو يصير بها losing فقدان من السهولة held relativity to or relatively to lose من السهولة أن تفقد بينما بالأس يصير مور كلوز عن النواة. زين تولوز الآن هسه خلصنا من البي. الآن شوف هنا الستار هذا الثاني السطر الثاني أن الكترونز إن إس أوربيتال أون أذر هاند إز كلوز. شوف لأن شنو الإس قريب من النواة يصير كلوز عن النواة ما يعطي فيكون قوي ما يعطي بسهولة. هذا كل الحكي حتى نشوف ليش الـ SB3 أكثر قاعدية من الـ SB2 والـ SB2 أكثر قاعدية من الـ SB. Is close to nuclear and is held more tightly. شوف أكثر ربط الـ S more tightly. Tight يعني شنو شد more tightly of three anions. لكل الأنيونات بها لكل المركبات أو الأنيونات اللي بها S الاس يكون مور تايتلي شد قوي على النواه اكثر من البي واكثر من الدي واكثر من الاف. Then the alkyl anion is strongest base since its pairs of
electrons is most loosely in an sp3. شوف most loosely. ليش الالكايل؟ من يقدر يقول لي هالساعة من حصلنا على sp3 ليش يكون more loosely الالكايل اكثر من النيش اكثر من sp2 والsp؟ يلا فقدان الالكترونات سريع عن الدكتور. يلا الالكترونات ابعد عن النواة دكتور لانه عنده دكتور لان الالكترونات اوربيتال خلي شوف تبارك خلي تبارك يلا احكي دكتور لانه هي اس بي 3 فعنده اس 1 وثلاث اوربيتالات من بي فهاي ثلاث اوربيتالات من بي الكتروناتها بسهوله انه يفقدها لان شنو هو اربعه وان تبارك كمان كلام صحيح هو عنده اربع اوربيتالات واحد من اس وثلاثه من بي يا هل أكثر نسبة الاس لو نسبة البي نسبة البي أكثر البي لو الاس البي أكثر البي البي أكثر يعني واحد يسحب مقابل ثلاثة وين يسحبون بالاتجاه المعاكس فيا أكثر الغلبة تصير المن بجر الحبل للثلاثة الاس يسحب باتجاه النواة تسحب بالاس بس مقابلها بي 3 ثلاثة أوربيتالات من بي وين بالاتجاه الخارجي ولهذا تشوف نسبة البي أكثر يعني نسبة الخارجي أكثر ولهذا يكون الألكايل الألكايل الآر آر ألكترونيين يكون مور بيز ذام ثنائل الثنائل قد عنده قد عنده كم أوربيتال ثلاث أوربيتال واحد من اثنين من بي يعني اللي يسحب واحد والاثنين يفلتون خارج النواة فشو اياه هناك الاس بي 3 وهنا الاس بي 2 يا هل اكثر قاعديه يا هل انت اللي طلع الالكترون اكثر بسهوله اس بي 3 اكيد البي 3 دكتور الاس كان عنده ثلاثه يعطون الالكترونات وواحد يسحب بينما هذا الفنايل عنده اثنين عنده واحد يسحب واثنين يفلتون الالكترونات فالالكايل يكون اكثر قاعديه من الفنايل نجي على الاستلايد عنده شقد عنده اس بي اس بي واحد اس وواحد بي تقريبا القوه متوازنه بين اللي يعطي واللي يسحب بس شنو هو اقل منهم اثنينهم اقل منهم اثنينهم فتشوف الالكترونات وين موجوده اقرب شيء لمن للنواه مال الاستلايد مال الاستيلين وهذا ينطبق على كل المركبات السي دبل تريبل بوند اس ما تعطى الالكترونات الالكترونات تهجينها شنو اس بي الاس بي يكون قريب من النواه فما تعطى الالكترونات لها تكون قاعده ضعيفه بينما حرقه البنزين او المركبات اللي تحوي على اواصر مزدوجه التهجين مالها اس بي 2 تكون لا هي بعيده عن النواه حيل مثل الاس بي 3 ولا تكون قريبه مثل الاس بي فتكون يعني مور او متوسط بين الاثنين تعطي بس مو مثل هذول الاس بي 3 الاس بي 3 تكون البي ديستانس عن النواه بعيده وتكون من ثلاث بيات ثلاث اوربيتال بي فتكون الالكترونات خارجيه بعيده راسا تعطيها لاي حامض ياخذها ولهذا تكون قاعده قويه اذا من خلال الحكي هذا عرفنا بان الالكان الالكترونات تكون تهجينها في الاوربيتالات اس بي تكون بعيده عن النواه ومن السهوله ان ينطيها فتعتبر قاعده قويه. والفنايل او البنزين او الحلقات المزدوجه اللي تحوي على عواصر مزدوجه تكون الالكترونات متوسطه فيعطيها باقل قوه او اقل جاذبيه من الالكان. بينما التريبل بوند الاواصر المركبه اللي تحمل ثلاث اواصر مزدوجه تكون الالكترونات مالها قريبه من النواه وهي مور كلوز فور النيوكليه اند مور تايتلي از very very unshared pair of electrons ما يعطيها ابد ما يساهمها تبقى للنواه لها تعتبر قاعده ضعيفه ولكن بنفس الوقت هي شنو حامض قوي فهذا كله ينطبق على اللي حكيناه هسه قبل شويه استخلصنا بان المركبات اللي عندها اس بي 3 هي اكثر قاعديه من الاس بي 2 ومن الاس بي والمركبات اللي عندها اس بي اقل قاعديه من الاس بي 3 واكثر قاعديه من الاس بي. الاس بي اقلهم قاعديه وبالعكس الحامضيه، الاس بي اكثر حامضيه من الفنايل والفنايل اكثر حامضيه من
الالكترون. يعني الالكترون لان شنو الالكتروناته بالخارج فيتشلب بالبروتون ما يعطي من اللي يسلك سلوك حامض. من اللي يسلك سلوك حامضي الالكترونات موجوده بالخارج فور شيرنج الى الالكترون عنده بروتون الاتش يتشلب بالبروتون يتشلب بالهيدروجين ما ينطي حتى يصير حامض قوي. بينما من يجي حامض ياخذ البروتونات ياخذ الالكترونات يعطيها يعطي الالكترونات بسهوله وهذا يعتبر قاعده. هو احنا هسه عاد نرجع بوسط الصفحه على البريدين. بريدين شوف هسه كل حكينا. نعم دكتور الاستلايد يعني هسه نقدر يعني يستقبل الالكترونات يعني بما انه قاعده ضعيفه ما يعطي هو ما يعطي بس ياخذ قاعده ها ياخذ الكترونات دكتور. لا مو ياخذ لا يعني الالكترونات ما يعطيها ولهذا يعتبر يعني قاعده ضعيفه بس ينطل بروتون يعتبر حامض يعتبر حامض قوي الاستلايد هو بما انه يعتبر حامض قوي يعني نعم يعتبر حامض قوي يعني ينطل بروتون بس ما ينطل الالكترونات. الالكترونات مالته تجينا اس بي قريبه من نواه مور كلوز فور نيوكليير او مور تايتلي فور نيوكليير عندما نقارنه بالفنايل وعندما نقارنه بالالكان. ولهذا الايون الاستيرين يكون الكتروناته قريبه لان تهجينها اس بي 2 بس وقريبه من النواه. النواه موجبه ما يعطي تكون هيك شيء مور كلوز فور نواه بس يعطي البروتون بسهوله من السهوله ان تجي اي قاعده تاخذ البروتون تسوي معاه مركب حامض او ملح اخر. هسه بسط الصفحه البريدين نرجع هذا كل حسابنا كان شو البريدين شلون قاعدين. فهسه عرفنا بان البريدين هو اقل قاعديه من الاستيلين واكثر العفو البريدين اقل قاعديه من الالكان واكثر قاعديه من الاستيلين لان تهجينه اس بي 2. الالكان اكثر قاعديه البريدين والمركبات الحلقيه وسط بالقاعديه والمركبات الثلاثيه اقلهم قاعديه. زين بريدين بيرس شوف على بنص الصفحه the same relationship to the aliphatic amine as the phenyl anion pairs to the alkan anion. يقول لك مثلا نسوي مقارنه البريدين يشبه aliphatic amine يشبه الالفاتك اللي هي RnH2 مثل ما الفنايل مثل ما الفنايل فنايل anion pairs to the alkyl anion مثل ما C6H5 minus مثل مقارنه بال ال R minus. هنا يقارن بين مني يقول لك البريدين يشبه الالفاتك امين البريدين يشبه الالفاتك امين بس الالفاتك امين مو حلقي والبريدين حلقي بس بيناتهم شبه بيناتهم الاثنين محتوون على النيتروجين اللي بيها مزدوج الكتروني. الالفاتك امين RnH2 بمزدوج الكتروني على الN والبريدين ايضا بمزدوج الكتروني على الN يتشابهون الى حد ما ان البنزين او الفنايل بيمزدوج الكتروني على الحلقه والار بيمزدوج الكتروني على الار. احنا خصنا المثل هذا ان البريدين يشبه الامين مع اختلاف التهجين. التهجين الامين اس بي 3 والبريدين اس بي 2. اذا الامين الالفاتك امين يكون اكثر قاعديه من البريدين. The pair of electron that نعم ايه تفضل الانيل هي اكثر قاعده الانيلين لو البريدين الانيلين لو البريدين خوش سؤال. لا الانيلين اكثر لان مال الحلقه فتكون مشدوده اكثر للحلقه بواسطه الريزونانس مال الحلقه مال البنزين اللي مال البريدين. بينما المزدوج الالكترون مال الانيلين ما مشترك بالريزونانس فوق بعيد ممكن اي حامض ياخذه. ولهذا لو نقارن الانيلين اكثر قاعديه من البريدين علما هم تهجينهم اثنينهم اس بي 2. زين نرجع للسؤال مالنا بريدين بيرز ذا سيم ريليشن تو ذا الفاتك امين يشبه الالفاتك امين از ذا فنايل يشبه شنو الالكايل انايون. ذا بير اوف الكترون ذات جيفز
بريدين ات بيزيتي اوكيوبايز ان اس بي 2. يقول المزدوج الالكتروني اللي يعطي قاعديه البريدين هو وين؟ في اوربيتال مهجن اس بي 2، في اس بي 2. زين اوربيتالز از از ات از ات العفو ات از هيلد مور تايتلي اند ليس افيليبل افاليبل. يقول البريدين المزدوج الالكتروني اس بي 2 از مور تايتلي وين للحلق لان اس بي 2 وتكون اقل عرضه للعطاء for sharing less available for sharing with acid than the pair of electrons of aliphatic amine. هنا قاعد يسوي مقارنه بين الاليفاتيك امين وبين البريدين. البريدين التهجين ماله اس بي 2 والاليفاتيك امين التهجين ماله ايش قد من يقول الاليفاتيك امين ايش قد التهجين ماله؟ اس بي 3 اس بي 3 عافية تبارك تمام. لان شنو اس بي 3 لان هو يعتبر اواصر مزدوج اواصر مفرده CH3 CH2 CH2 LH2 ما بي اواصر مزدوج فهو SB3. اذا هو المزدوج الالكتروني اللي على الان H2 الاخيره يكون مور فري مور فري فور شيرنج. بينما بالبريدين المزدوج الالكتروني على ذره النيتروجين يكون ليس ليس فري او ليس فور شيرنج يكون اقل لان وين SB2 باتجاه النواة مرتبط باتجاه النواة. زين دكتور نعم عبرة. دكتور يعني الاليفاتيك امين تكون اكثر قاعدية من البريدين؟ منو بها شنو ما اسمع صوتك متقطع. الاليفاتيك اليفاتيك امين اكثر قاعدية من البريدين؟ اي طبعا لان اس بي 3 تعطى الالكترونات بسهولة بينما البريدين اس بي 2 ما يعطى الالكترونات بسهولة. واضحة مو هيجي؟ هسه نجي نشوف جوا. ايه يقول for sharing with acid than the pair of electrons نهاية الصفحة of aliphatic anion which occupies in sp3. شوف الاليفاتيك انيون الاليفاتيك انيون امين اللي هو sp3 orbital predicate. شوف predicate هسه يقول لك predicate اشرح predicate the relative basicity of amines. شوف هنا عندك amines جوا اخر اخر سطر بالصفحه هذول المركبات RCH2 NH2 and amines RCH double bond NH and nitriles RC triple bond. يا هل اكثر قاعده يمني يقول لي الاول الامين الاليفاتي RCH2 NH2 صحيح. لا القاعده الثالث واحد اللي عند الأسرة الثلاثية. ليش؟ لأن تهجين هذا SP3 لأنه أكثر حامضية. لأنه ضعيف بطارق لأنه أكثر حامضية. الأولي الأولي اللي RNH2 يكون تهجينه SP3 يكون أكثر قاعدة لأنه يعطي الإلكترونات بسهولة. والنتريل اللي هي RC SP2 يكون أقل قاعدة لأنه ما يعطي الإلكترونات لان تهجينه اس بي. وهذا ينطبق على البريدين. هذا كل الحكي مالنا انه حتى نحسب بان البريدين هو اقل قاعديه من الاليفاتيك اقل قاعديه من الار ان اتش 2 واكثر قاعديه من النتريل اللي هي ار سي تريبل بوند. يعني البريدين طالما يحمل شحنه هذا اصر مزدوجه هو متوسط القاعديه اقل قاعديه من الاليفاتيك امين واكثر قاعديه من النتريل اللي هو R C triple bond N. واضح؟ هسويها على صفحة. دكتور. رقم أربعة. نعم. دكتور الأيمين S B 2 مو؟ الأيمين S B 2 لأن بأسرة مزدوجة ولهذا يعتبر الأيمينز يعتبر تهجين ماله S B 2 يعتبر متوسط يشبه البريدين. هذا يشبه البريدين بالقاعدية لأن بي دبل بوند. تمام. هسه على صفحة أربعة على صفحة أربعة وياي على صفحة أربعة بريدين سولت أملاح البريدين بريدين سولت لايك أذر أمينز بريدين هاز نيوكليوفيليك بروبرتيز. يعني شنو يقول لك البريدين يشبه الأمينات عنده قابلية نيوكليوفيلية أو عنده خواص نيوكليوفيلية لأن شنو
النيوكليوفيل شنو؟ احنا مو عندنا الكتروفيل، عندنا نيوكليوفيل. الالكتروفيل اللي يحمل الشحنه الموجبه، يبحث عن الالكترونات. والنيوكليوفيل اللي يحمل الشحنه السالبه او يحمل مزدوج الكتروني، يبحث عن شنو؟ يبحث عن الذرات الموجبه. نعم. ثالث يبحث عن الموجب. الالكتروفيل موجب، يبحث عن الالكترونات، شوف الكتروفيل. والنيوكليوفيل سالب او عنده الكترونات، يبحث عن شنو؟ عن الـ عن الـ الشيء موجب، عن الالكترونات، عن الالكترونات، عن الـ عن النواة. نعم، بروتون. عن النواة موجب الان هو الالكترونات. اذا لايك اذر امينز بريدين هاز نيوكليوفايل بروبرتيز، نيوكليوفيليك بروبرتيز، يحمل على خواص نيوكليوفيليه. اندري اكتس وذ الكايل هالايدز، يتفاعل مع هاليدات الالكيل، اللي هاليدات الالكيل ان يكون CH3Cl او CH3CH2I او CH3I، مثل اي هاليد الهالوجينات اللي هن الكلور والبروم والفلور واليود والاستاتين. الانتستين او استاتين يسمونه بعيد، هذا صلب مفعل، بس الفلور والكلور والبروم واليود هذول فعاله. شوف هذا هنا هالايد الكالس اللي هو CH3I او اللي هو يوديد المثيل. اندري اكتس وذ الكايل هالايدز، هذا الكايل هالايدز هو CH3I، هاليد الالكيل، الالكيل CH3 والهاليد اليود، تو فورم كوارترنري امونيوم سولت، املاح الامونيوم الرباعيه، كوارترنري امونيوم سولت. هذا يجوز يجيك بالامتحان يقول لك اعطيني ملح امونيوم رباعي، give the quaternary ammonium salt، تكتب هذه المعادله. يقول البريدين يتفاعل ويا CH3I يعطينا هذا الكوارتينيوم. بريدين متصل هنا، شوف ملح، الملح شلون تكون ايوناته؟ الملح تكون شلون تكون الرابطه مالته؟ تكون رابطه ايونيه CH3 وI minus. هنا الشحن وين يصير؟ الربط الشحنوي بين الماينس مال الاي وبين البوزيتيف مال الان. الماينس مال الان، احنا دائما تقول النيتروجين انت يكون موجب بيرتبط باربع عواصر، ومن يكون ثلاث عواصر يكون متعادل، لا موجب ولا سالب، ولكن يحمل شحنه شنو؟ يحمل مزدوج الكتروني. من يرتبط بعاصرتين فقط يحمل شحنه سالبه. شوف هنا لو نجي على البريدين هنا كم عاصره بي؟ اربع عواصر، اثنين ويا الكربون وحده ويا المثيل وحده ويا الريزونانس. اذا ايش راح يحمل؟ يحمل شحنه موجبه وانطاني هذا الملح. بريدين زائد CH3I ينطيني هذا الان مثل بريدينيوم ايودايد. ان مثل بريدين ايودايد اللي حلقه البريدين متصله CH3I. والشحن هنا راح يكون الاي سالب والان موجب، يصير رابطه ايونيه كهربائيه. هذا ملح البريدينيوم الرباعي. ملح البريدينيوم الرباعي كوارترنري امونيوم صوت. لايك اني اذر تيرشري امين، يقول كذلك مثل المركب، مثل الامينات الرباعيه. الامينات الرباعيه بريدين كان بي، بريدين كان بي كونفرتد باي بيروكسيد بنزويك، بيروكسي بنزويك اسيد انتو اتس ان اوكسيد. شنو البيروكسي ثلاثيه دكتور تيرشري؟ البيروكسي، شوف البنزويك اسيد حلقه بيها سي او او اتش، البيروكسي ايش راح يصير؟ بير اوكسي، شوف بير اوكسي يعني زياده من الاكسجين، ايش راح يصير؟ راح يصير سي او او او، ثلاث ذرات اكسجين، ثلاث ذرات اكسجين اتش، حلقه بنزين بيها سي او او اتش، راح يصير زياده من الاكسجين يكون لنا بريدين ان اوكسايد. بريدين ان اوكسايد هذا ممكن يقول لك اذا يقول لك جاك بالامتحان يقول لك انطيني املاح البريدين الاكسيديه او بريدين ان اوكسايد، فتنطيني هاته بيروكسيد الهيدروجين، بيروكسيد البنزويك اسيد ويا البريدين، انطيني هذا الان اوكسايد، بريدين ان اوكسايد. ان ذا كونتراست اوف تو بريدين اتسيلف، مقارنه بالبنزين بالبريدين نفسه، ان اوكسايد readily undergo nitration chiefly in position 4. يقول احنا قارنا هذا المركب هسه اللي فوقي، ها شوف عليه، ها
هذا الان اوكسايد هذا بريدين ان اوكسايد هذا اذا قارنا ويا البريدين اذا قارنا ويا البريدين هذا البريدين وجدنا نسوي عمليه نايتريشن يعني يكون بسهوله اكثر من يقول لي من يعرف هذا البريدين ان اوكسايد اذا قارنا ويا البريدين نجيب بريدين ونجيب بريدين ان اوكسايد ونسوي لهم عمليه نايتريشن نربط معهم ان او 2 يا هل يكون سهوله ان اوكسايد اكثر ها يا هو دكتور بريدين ان اوكسايد يصير له نايتريشن اكثر ليش صحيح كلام صحيح بس ليش سبب ريزن جيف ريزن دكتور ان الاكسجين يزيد بالالكترونات يعني يكون يعني يتشثر من هذا المركب باعطاء الالكترونات يا عافيه بس يعني جوابك يعني صحيح بس شويه خلي يكون علمي هنا المعنى صحيح البريدين من يكون مرتبط بالالكترون هذا حيصير حد نيوكليك ريأكشن راح يصير تبعه صحيح راح يصير البريدين هذا بالان من يرتبط بالاو هذا الزايده مال البنزويك الاو هذا هنا حتى يعطينا او شيء راح يصير الاكسجين وين تدفع الالكترونات وين باتجاه الان الان من تجيها الالكترونات زياده وين تدفعها باتجاه الحلقه وين تركز الشحنه بوزيشن فور الشحنه شنو شحنه سالبه من يجي الان او 2 الموجب حتى يصير نايتريشن مثل ما اخذنا بالكورس الاول يصير بسهولة يبقى شحنة سالبة بوزيشن فور أو بوزيشن بارة بسهولة شحنة سالبة رأساً يتشنقل وياها ويكون النايتريشن بينما بالبريدين ما عنده هذا الدفع الألكتروني من أجانب الأكسجين يتم النترجة يتم ولكن بأقل إذن الان أوكسايد يكون مور ريدلي أندرغوت نايتريشن فروم بريدين إتسيلف زين طلعوا لي صفحة رقم 5 صفحة رقم 5 شباب آخر فقرة reduction of بريدين إذا أردنا نختزل البريدين الاختزال شنو هو؟ الاختزال إعطاء إحنا عندنا مصطلحين التأكسد والاختزال التأكسد إعطاء أكسجين والاختزال إعطاء هيدروجين أو بالعكس التأكسد إعطاء أخذ شلون قلنا التأكسد إعطاء أكسجين والاختزال إعطاء هيدروجين أو بالعكس الاختزال إعطاء الهيدروجين والأكسد أخذ الهيدروجين واحد عكس الآخر زين هنا جبنا عذار نختزل البريدين نختزل نجيب له تيار من الهيدروجين الساخن with catalytic hydrogenation catalytic يعني عوامل مساعدة catalytic hydrogenation يعني هدرجة بوجود عوامل مساعدة العوامل المساعدة هنا عندك البي تي اللي هو البلاتينيوم والاتش سي ال اللي هي الحامض قطرات من الحامض يقول كاتالايتيك هيدروجينيشن اوف بريدين يالدس اليفاتيك هيدروكربون هيدروسايكليك كومباوند ويتش كولد باي بريدين هسه هنا البريدين راح صار عندنا امين حلقي امين حلقي سداسي ان متصل بي اتش راحت الصفه الاروماتيه وراح البريدين وراح خطورته صار عندنا مركب عادي اللي هو جاي من اختزال البريدين حلقة بريدين نضخ لها تيار من الهيدروجين الساخن على سطوح بوجود سطوح من البلاتين وقطرات من الـ HCl بدرجة حرارة الغرفة حرارة 25 درجة مئوية راح ينطينا مركب جديد اللي هو مشبع بالهيدروجين باي بريدين يعني ما بي حلقات أواصر مزدوجة ماكو اس بي 2 ولا اس بي 3 ولا اس بي يصير عندنا العفو اس بي 3 يصير مثل حال الامين بس هنا امين شنو امين حلقي ان وبي قدره الهيدروجين هنا اشوف لون جن قارن الكي بي ثابت القاعديه مال البريدين 2.3 مضروبه في 10 اس ناقص 9 بينما الباي بريدين الكي بي مالته ايش قد 2 في 10 اس ناقص 3 من الاكثر قاعديه الفايبريدين شوف هنا ناقص 3 بينما ناقص 9 فرق واضح فإذا البريدين شوف البريدين البايبريدين
الكي بي مالته 2 في 10 اس ناقص 3 هو مور بيزك ذان بريدين، لان تهجينه ايش قد هنا تهجين مالته SP3 ممتاز SP3 هنا يعتبر إليفاتك، يعتبر إليفاتك أمين حلقي، أمين حلقي، بينما البريدين بأواصر المزدوجة اللي التهجين مالته SP2 وهو أقل قاعدة SP2 البريدين، هذا SP3 SP3 أكثر، فهنا يعطي المزدوجة والألكترون مالته بسهولة يعتبر قاعدة قوية. هذا unusual basicity، شوف unusual basicity يعني شو نقول قاعدية غير اعتيادية of a secondary إليفاتك أمينية، أشبه المركبات الإليفاتية الأمينية الثنائية secondary، إحنا عندنا primary أمين secondary أمين وtertiary أمين، يشبه إلى حد ما أو أكثر من الأمينات الثنائية secondary. هذا المحاضرة مع اليوم تمت، إذا واحد عنده سؤال أسمع. دكتور؟ نعم تفضل يا موج. دكتور البريدين إن أوكسيد ليش يصير لها نايتريشن أكثر من البريدين؟ مو هسه حكي شنو؟ قلنا هذا الأكسجين المرتبطة الأكسيد تدفع الإلكترونات وين؟ باتجاه النيتروجين مال البريدين، والنيتروجين وين يدفعها؟ باتجاه حلقة البريدين، فيكون المزدوج الإلكتروني على الحلقة متوفر أكثر من البريدين نفسه، لأن شنو؟ دفع إلكتروني من الأكسجين على الحلقة، فمن يجي الـ NO2 حتى يهاجم الحلقة في بوزيشن 4 يلقى شحنة سالبة قوية أكثر ما هي بالبريدين نفسه، ولهذا رأساً يصير موردلي بسهولة، رأساً نسوي له عملية نايتريشن أكثر من البريدين. بعد أكو سؤال دكتور؟ نعم دكتور، إذا صار نايتريشن وين راح يجمع القبار اذا صار نايتريشن بالبريدين؟ وين راح يجمع دكتور اذا صار نايتريشن موقع بار بالبريدين؟ نايتريشن البريدين هذا ما يصير له عمليه نايتريشن، هذا مو اروماتي، مو حلقه بنزين ولا حلقه بريدين، هذا يعتبر امين عادي، امين عادي، ما تصير عمليه النترج هنا، ما يصير عمليه النايتريشن بالبريدين. وين تجيب الاسم؟ لا ما تصير النايتريشن للمركبات الاروماتيه فقط، للحلقيه الاروماتيه، هذا مركب عادي امين عادي، يحتاج تفاعلات اخرى، شوف نخلي كلور وبعدين نوخرها ونخلي مكانه عمليه نيتروجين، عمليه يعني طريقه رمومه نايتريشن، نيتر بصوره غير مباشره، طريقتين او ثلاثه يعني تبادل. سنأخذ الحضور يا شباب، الحضور مالكم 52 بس يعني مع الأسف أكو جماعة هسه توهم طبوا للحلقة الدراسية أو للمحاضرة، بس مع ذلك إحنا نقول قد تكون الظروف، نأخذ الأسباب السهلة للطالب، يعني يكون الظروف ما عنده نت أو يكون النت مالته ضعيف ما قدر من المحاضرة، ولكن الأمل أن نكون إحنا وصلنا المحاضرة للجميع واستفادوا منها العدد الأكبر اللي هم 52 طالب، واللي كان نايم وتو قاعد هم التحق هم نقول الله ان شاء الله نومه سعيده، وش نسوي هو يعني هو خسر المحاضره. ابراهيم ثاير